نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. مجلس الوزراء برئاسة العبادي يعقد جلسة استثنائية ويتخذ العديد من القرارات التي تخص محافظة البصرة. النواب يعقد جلسة استثنائية لمناقشة أوضاع البصرة وما رافقها بحضور العبادي وعدد من الوزراء. النائب عن محافظة صلاح الدين الدكتور أحمد عبد الله عبد يدعو إلى تحويل نظام الحكم إلى رئاسي قوي ليقود البلاد إلى بر الأمان. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.